دابا سنتين في نظركم الشتات وما شتيش غير. انا ما لاحظت شي تغيير. قال لك غنديروا اصلاح التعليم، اصلاح الصحه، فرض مناصب شغل للشباب الى غير ذلك، اصلاحات اجتماعيه، ما شفنا حتى شي حاجه. شنا القهر والظلم والحقره، هادشي اللي شفنا حاليا. شفنا غلاء ديال الاسعار، جميع المواد الغذائيه سواء الفلاحيه او الغذائيه الاساسيه كلها تزادت، اللحوم، الاسماك، وحنا بلد فلاحي، حنا عندنا ثروه سمكيه، واش يستافدوا منا الغير؟ حنا نموتوا حنايا ولا شناهو؟ إلا ما بقيناش عاجبينكم في هذا الوطن حنا كفقراء، حلوا لنا الحدود، خلينا نهاجروا، خلينا نخويو هذه البلاد ونخليكم تعيشوا فيها بوحدكم، والسلام عليكم. هادشي اللي كيبان لي أنا. أنت شمن أبقى الحشومة هذيك؟ عيب وحشومة أنك يعتبرونا حيوانات حنايا، جايبيننا بقرة صاحبي، ما كيتكاش صاحبي. أنا في نظري الشوف المسلخة ديالو، العام ديالو زرق صاحبي، حشومة صاحبي. حنا كيعتبرونا حيوانات في الوطن ديالنا، حنا كيعتبرونا الحكومة كيعتبرونا حيوانات. اللهم إنا هذا منكر، ربي قال لك ولا تحسبن أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخصوا فيه الأبصار. ربي كبير، واخا ما كاينش مسؤولية بالمحاسبة في البلاد، ولكن ربي غينتقم من كل مسؤول هنا لأنه ما قامش بالواجب ديالو. قارة الشعب هذا، ربي كبير، وفات الشهر العظيم هذا إن شاء الله. رسالتي لرئيس الحكومة هو أنه يرحل. سير في حالاتك، ما بقيناش باغيينك، قارتينا بزاف، سير في حالاتك، سير ارحل، ديكاش خويا صاحبي. ما تبقاش انت لانك غير وطني، انت كتخدم واحد المصلحه، واحد الزمره، واحد الناس اللي هما مستافدين من ثروات البلاد كتخدمهم انتايا، لانك لوبي ديال الاقتصاد، انت لوبي ديال الاقتصاد، اخ النوش لوبي ديال الاقتصاد، هو لوبي ديال. فبالله عليك، واحد عنده المال وعنده الفلوس، قال لك فاش كتجمع السلطه والمال، انت دار الفساد. هذاك الانسان فاسد ما يستحقش انه يكون رئيس الحكومه. حنا رساله الملك البلاد، يجب عاجلا ام اجلا انه يكون واحد التعديل وزاري، واخ النوش يمشي في حالاته، وهذوك الباترونات كاملين اللي ما عندهمش غير وطنيه على البلاد وما باغينش يصلحوا البلاد يمشيوا في حالاتهم، لانهم غير وطنيين. منهم وهبي، حتى هو وهبي اللي كيجي يتجبر على الشعب وكيجي يتكلم وكيجي، وبيتا هو اللي كيخرج كيكذب علينا وكيقمع في الصحافه. علاش كتقمع في الصحافه؟ علاش انت تما واقف ناطق رسمي ديال دي الحكومه؟ خاصك تصنت الصحافه، لانهم هما اللي كيوصلوا رسائل ديال المواطنين، هما اللي كيجيبوا على كيوصلوا رسائل والتساؤلات ديال المواطنين، وانت كناطق رسمي خاصك تكلم ودوي وتقول لهم الحقائق، ماشي تبقى تقول لهم لا سؤال هذا لا. هذيك هذيك اللغه ديكتاتوريه، اللغه ديكتاتوريه. حيدوا منكم، لان الشعب هما اللي طلعوك، الشعب هما اللي طلعوك. عاد ولكن الشعب مسكين، الشعب ما عرفش الحيثيات ديال الانتخابات، شريتوهم بقفه، شريتوهم ضحكتوا عليهم وبزاف ديال المسائل. ما غندخلوش في هذه الحيثيات ديال الانتخابات، لان كاينه لوبيات ديال الفساد ديال الانتخابات، فهمتيني ولا لا؟ لا حنا علاش؟ حيت فئه قليله اللي مصوته هي اللي كتحكم في المصير ديال الشعب كامل. هذيك الفئه كاينين فيهم الواعيه كاين غير الواعيه، ما نتحكمش في هذا الشيء. ولكن انا الرساله ديالي اخيرا لملك البلاد هو هاد الناس هادو راه باغيين الوطن الشر، ما باغينش ليه الخير هاد الناس هادو، لان الناس ديال الوطن راه باغيين الشر للبلاد.